السادسة صباحا بتوقيت القاهرة، موجز لآخر وأهم الأنباء، أهلا بكم. قال قائد المجلس الانتقالي بالجابون أوليجي نيجيما إن المجلس العسكري يسعى إلى التحرك على نحو سريع لكن بثبات، وتجنب إجراء انتخابات تكرر أخطاء الماضي. هذا وتعهد خلال لقاء بأعضاء السلك الدبلوماسي بإعادة تنظيم مؤسسات الدولة ضمن توجه أكثر ديمقراطية وأكثر احتراما لحقوق الإنسان. هذا وأوضح أن حل المؤسسات الذي أعلن الأربعاء الماضي هو أمر مؤقت. جدد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون دعم بلاده لرئيس النيجر المحتجز محمد بازوم، مؤكدا أنه يتحدث معه بشكل يومي. وشدد ماكرون على أن فرنسا لا تعترف بالمجلس الانتقالي في نيامي، مضيفا أن القرارات التي ستتخذها باريس في النيجر أيا كانت طبيعتها ستكون مبنية على التواصل مع بازوم. وأشار ماكرون إلى أن الوضع في النيجر مختلف للغاية عن الجابون. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم أوكراني على جسر القرم، وكشفت عن تدمير 3 زوارق أوكرانية قالت إنها حاولت مهاجمة الجسر الاستراتيجي. ويذكر أن جسر القرم يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لموسكو من الناحية اللوجستية لقواتها في أوكرانيا. ذكرت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة أرسلت أول شحنة ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، وتستطيع الذخائر المرسلة لكييف اختراق دروع الدبابات الروسية. كانت إدارة بايدن قد ناقشت منذ عدة أشهر ما إذ كانت ستقدم القذائف إلى أوكرانيا بعد مخاوف بشأن تأثيرها البيئية والصحية. ذكر الجيش الكوري الجنوبي أن بيونغ يانغ أطلقت عدة صواريخ كروز باتجاه البحر قبالة الساحل الغربي لشبه الجزيرة الكورية، وهذا الإطلاق هو الأحدث ضمن سلسلة للتجارة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية في الأسابيع القليلة الماضية. كان قد أعلن الخميس الماضي عن أن كوريا الشمالية نفذت ضربة نووية محاكاة لسياسة الأرض المحروقة على أهداف في كوريا الجنوبية. ختام الموجز، لمزيد من المتابعة أدعوكم لزيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، إكس، إنستغرام ويوتيوب، كما يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال، كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.